نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة جولة لعدد من السفراء والدبلوماسيين المقيمين في الكويت بمركز إيواء العمالة بمنطقة جليب للشيوخ، حيث اطلع المشاركون في الجولة على تجهيز المركز والخدمات التي يتيحها للعمالة المتواجدة لا سيما في ظل جائحة كورونا. الزميل رياض العبادي معه تفاصيل فنتابع. إشادة واسعة بجهود الكويت تجاه العمالة الوافدة جاءت عبر سفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأستراليا خلال جولة في مركز إيواء العمالة بمنطقة جليب الشيوخ. ما لمسناه اليوم يعكس اهتمام الكويت بحقوق العمال، وهو نتاج تعاون وتنسيق بين الكويت ومنظمة العمل الدولية والسفارات المختلفة في الكويت، ومن ضمنها السفارة البريطانية. تبذل الكويت جهودا مضنية لحماية حقوق العمالة وحقوق الإنسان بشكل عام. سعدنا بهذه الزيارة برفقة عدد من المسؤولين في أوروبا وكندا وأستراليا من منطلق حرصنا على الاطلاع بجهود الكويت فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمال. And from Canada and Australia to make a visit where we all care very deeply about human rights and the rights of workers. مسؤولو المركز جالوا بمعية السفراء مؤكدين حرصهم تطبيق كافة الإجراءات التي تكفل حقوق العمالة لحين تسهيل مواعيد سفرهم خاصة خلال فترة جائحة كورونا. استمعوا إلى شرح مفصل في آلية الدخول وآلية الخروج والمغادرة والجهات اللي تنسق مع الهيئة في هذا المركز، والحمد لله أخذنا الجولة والأمور إن شاء الله كانت كلها على ما كنا نتمناه. أهم الأمور كانت تتكلم عن الأعداد وعن المهام وعن المساعدات اللي قدمها المركز للفئات اللي تم إيواءها والعمليات اللي تمت، عمليات الإجلاء والعودة الطوعية أثناء أزمة كورونا من شهر 3 إلى شهر 8، والحمد لله كلها تكللت بالنجاح وبدون إن شاء الله يعني أي أخطاء تذكر. جهود جبارة يبذلها القائمون على المركز عبر حماية القوى العاملة انطلاقا من إيمان الكويت الراسخ بحقوقهم كجزء أساسي من حقوق الإنسان وحفظ كرامته. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.